هذا انا ومتنكر الحين بالطقم ذا، واللي بسويه اليوم شيء من زمان ودي اسويه، لان الفتره ذي كلها قاعد اسافر في سلسله حجزت فيها اطول رحله موجوده بالعالم، مدتها طبعا 30 يوم ترجعني للسعوديه وتحديدا مدينتي بالجبيل، بس عشان ارجع واشوف اهلي اللي صار لي سنتين ما شفتهم. فكويس اني امس اخيرا بعد 28 يوم سفر وكل يوم طبعا في مدينه جديده اخيرا وصلت الجبيل، واليوم طبعا مره متحمس، ابغى اشوف اهلي واكون معهم وابغى اطقطق عليهم شوي. معليش ما اقصد اطقطق، بس ما حد منهم يدري اني موجود هنا في الجبيل. فالصراحة ما ودي افاجئهم مفاجأة عادية، عشان كذا مخطط بالفيديو ذا اني اتنكر كعامل نظافة وافاجئهم برجعتي للبيت. طيب يا اخوان، احنا زي ما تشوفون الحين في جبيل البلد. جبيل البلد مليانة عمال، اوكي؟ طبعا جبيل البلد في يوم الجمعة ذا هم ياخذون اجازات العمال والاشياء ذي، فيكون الوضع زحمة بشكل مو طبيعي، تو ماتش كذا، ما تحس انك في السعودية الزبدة، عرفتوا؟ كل اللي نحتاجه الحين هو الطقم حق اسمه كفرول ذا، حق تغطي نفسك كامل عشان اكون عامل يعني زي كذا. السلام عليكم، كيف حال المدير؟ بيست ستور ان جبيل، ذي تولد مي ذيس ستور ترو ترو اول فورس. الحمد لله الحمد لله. في كفرول؟ ما في كفرول؟ كمان بيست ستور. طيب شوف، ممكن هسه قدام انت قدام هناك؟ يلا يلا، كل واحد يسلك يقول راح قدام، كل شيء راح قدام راح قدام راح قدام. الزبده اني قاعد افر بين المحلات ذي ولا قدرت احصل الطقم اللي ابغاه، والوضع هنا ما يحتاج اقول لكم مره زحمه، لان اجازتهم زي ما قلت لكم، فكل محل اخشه فجاه يصرفون للمحل اللي بعده. كفرول؟ في كفرول؟ كمان مدير وين؟ كله كلام، روح هناك قدام. انا بدل اروح دمام ما مشكله. السلام عليكم مدير، في كفرول؟ ما في ورا بنك؟ هذا يلا المحل رقم 5900، يقول له راح قدام. طيب يا اخوان، لقيت المحل هذا، زي ما تشوفون فيه الكويس انه هذا الاخضر ذا اللي فوق تشوفون اللي هناك في موجود هنا، فاتوقع ان مره تمام، المفروض فيه عندهم كفرول. موجود كفرول؟ ثانك يو ثانك يو، اي لاف يو I love you. أخيرا لقينا الكفرول، كفو. عندنا الطقم هذا كامل الدرب حق ال شو اسمه؟ حق الطقم، اوكي؟ هذا حق التنظيف. طبعا من ضمن الدرب، من ضمن التنكر، يبغى لي جزمة شوز كذا على خفيف على السريع عشان اتقمص الوضع صح. شوف هذا قناة شي يسوي سبسكرايب، انا مرة كويس وحلو. انت صديق انا؟ يطلع هنا برضو في الكاميرا، ايش اسمه انت صح؟ ايش اسمه؟ سوكين؟ نايس تو ميت يو، ام ايمن. كيف الدرب؟ يبالي بس الادوات والاشياء هذه، لسه التنكر حقي مو كامل، لسه ما خلصت، هذا بس البدايه، بس الطقم هذا حاله. كيف مدير؟ كويس الحمد لله. كويس؟ 100 مقاس. خلاص ها 100 مقاس. سوي كذا. كيف؟ ابغى بس بحط ماسك لانه ما بحد يشوفني كذا، وجهي واضح، فابغى ماسك. ناقصني نظارات، ناقصني برضو زي ما تشوفون الشوز، الشوز هذا ما ينفع، فيبغى الشوز يوضح اني قاعد اشتغل من جد، تعبان على نفسي، هذا حق مدلعين. والله شفت كذا واحد من العيال عنده نفس النظارات ذي، شكله يجي يطقم من هنا. يقول كم؟ 5 ريال والله الجدول. هذا 25 ريال هذا ايوه مدير، هذا كم مدير؟ انا اسوي اسوي اعلان اسوي اعلان خلاص. غيرت نبرة صوته. كذا كذا كويس؟ اي خلاص، هذا كويس مدير. لا لا لا، هذا حق بنات، هذا مدير ما في حقي انا. هذا كويس؟ هذا برازيل ستايل؟ ايه برازيل ستايل. والله برازيل ستايل، قد اخذت البرازيل انا اللي اتذكر. هذا حرمه هذا؟ كمان مدير، ليش انت تبيع حق حرمه؟ ليش؟ مسكلة. كنت بحولها على عقلبها. السلام عليكم. لا لا تعال، سلم. السلام عليكم، سلم سلم بس. ايش فيه؟ يخربون فككوه هذولي. تعال سلم فيها. بقول لكم على الخطه اليوم، ايش بنسوي؟ بفاجئ اهلي، اوكي؟ انا منظف الحين، تمام؟ اللي بي منكم يا اخوان انكم تساعدوني، تمام؟ انا من زمان ما جيت هنا، اكيد تعرفوني صح؟ اكيد تعرفوني، انا باليوم. تكفون تكفون، دائما احكم. تعال
الهم ما علينا، اليوم طويل واتوقع اني جاهز كذا، مخطط ان شاء الله اني افاجئ ناس كثير بالفيديو ذا، واولهم طبعا اخوياي اللي من زمان مو شايفهم ولا يدرون اني رجعت اصلا، فقدرت اعرف من واحد انهم بيجتمعون بالكافي بعد شوي. وزي ما تشوفون اسلحتي كلها معاي، العده، ترتيب الاشياء ذي، الشباب مو شايفهم من فتره تمام، وهم تقريبا اخر ناس شفتهم قبل ما امشي امريكا اخر مره قبل سنتين، اجتمعنا كلنا في الكافي عرفتوا، فعشان كذا يبيني بس اتسلل وانا قاعد انظف ارضيات والاشياء هذه. وش ذا اللي قاعد ينظف العصر؟ اتوقع ما في احد قاعد ينظف العصر الا انا. المدير حق الشركه الحين شوفني هنا قاعد اشتغل لحالي في العصريه، بياخذني معاه ما له داعي. مشيتي سيئه، الكل قاعد يطالع فيني، ما احس اني قاعد اضبط الدور مع اني تمرنت قبل شوي، قاعد اعطيها تنظيف السجاير في نفس الوقت. انا قريب من الكوفي مره، ما ادري وين واقفين، اتوقع هذاك واحد من العيال. يا اخوان ايش فيكم كذا ترمون يا اخوان انتم؟ ها الزباين القريبه منكم يعني لازم تخلوني اشتغل؟ الله يهديكم بس. وين ذولي؟ قربوا؟ اتوقع انهم قربوا. قفت سيارة واحد من العيال، شوف اللكزس اللي هناك واقف، هذاك حق اتوقع انه وليد تمام؟ من زمان ما شفته، فبروح عنده خليني اجدول عليه شوي، بسوي نفسي بسولف معه، اوكي؟ السلام عليكم. السلام. وليد الغامدي؟ تفضل معي. اخبارك ابوي؟ ايش قاعد شنك هنا؟ اروح المطعم. طولت كانك ولا؟ ها؟ ايمن. تعال تعال تعال. ماشي ماشي مو ايمن مو ايمن. لا سلامة. الله يسلمك الله يسلمك. يا ولد في ناس كثير قاعد يطالعون والله يفكروني مباحث. والله يفكروني مباحث، ما قاعد انظف انا حرفيا، بس قاعد امشي اسوي كذا، قاعد انظف شارع بس يعني ما ادري قاعد. يا ولد اقسم بالله اني معرق توج معرق. المهم برضو بفاجئ ثلاث اشخاص ثانيين وكل واحد عندي طريقه كويسه له، لان الصراحه عجبني الوضع بطقم العامل ذا. فالشخص اللي بعده جبناه من الكوفي على اساس ان سياره وليد خربانه. جو 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 هذول هم عندي السياره. هاي ضيع شيء أسرع كلام ضيع شيء ضيع شيء ها 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 هاي رخذ منك لا تجي تقطينا صاحي انت صاحي انت ليه ترمي السيارة ها فيك شيء يخرب بيتك يا كلب الله يا رجل وين يا مغلوب وين يا جدول تمام ملأت بضاعة كسرت سيارتك رياكشن عجبني انا منظم اكثر ما كنت ها والله انا والله يوم الصباح قاعد انظف شكو طولتوا من امس ايه نظفت الفنزير كله والله ان ما استوعبت للحين طيب الشخص اللي بعده ما عرفنا بالضبط وش بنسوي فيه لانه كان بالجيم ومشكلته ما قاعد يشوف الجوال والصراحه طول علينا فبدينا نجرب افكار صعبه شوي بما ان ابو خلود يعني كان ودي يضربني من قبل قل له بالله اسمع قل له اسمع تعال ضروري عند الباصات بس كذا بس كذا بس كذا وانت ايش بتسوي شوف يا انت اللي حكتها طقيتني يا انك انت اللي دعستني تبي دعستني دعستني ما ادري والله ايش دعسك وقول له ولد تعال برا قل له قاعد تبلع علي مع كدتك ايه تمسيح ايه ما بيمسح ابن حاد من امس قاعد امسح خلاص يا ابوي والله طفشت قاعد امسح ترى تطقني جامده والله جامده صدقني بس شو راسلتك وانا اضربك ها لا قل له تعال في واحد يتبلى عليه انت في المواقف خلاص صح؟ تمام بس يلا اطق بين السيارات ابي يجي من بعيد كذا تكلم اي شيء قل اي شيء اذا جاء بقول لك جاء انا بس بقول لك انا وش قايل لك انا لا وش قايل لك قل كني واحد مشمخ سيارتك اها في حجه في حجه في حجه في حجه في حجه وش كيف حجه في حجه في حجه في حجه يا حبيبي ايش فيك يا حبيبي يا
جد انا دخلت وجهي الروش على الصوت الى نم انا من قبل قاعد اقول له طلع صوت طيب سب اي شيء ايش طولت انت حبي والله طولت صح ما جاء صدق قمداني مت انا وخلاص اي والله صدق يخرب بيت الروش لا سبع بعدها رحت عند خويي الثالث وميزته انه يحب يغسل سيارته ويهتم فيها فقلت بجي اغسلها شوي بس بشكل مستفز لانه طبعا ما يحب احد يمسك السياره انه ايش يحب سيارته بشكل مو طبيعي كل يوم من العصر للفجر قاعد يمسح فيها وهذه الاشياء طب يا اخوان هذه سيارته الانترا فهو جاي بعد شوي بعطيها تنظيف على السريع شوي إيه لعن أم الفكك إيه لعن أم الفكك كيف عرفت أحدث السيارة بالله اليوم يا حلال أنتم زي كذا ولا الحمار غير يعني بس حقة الليل من يغسل في الليل يغسل واحد تاك هنا أنت شفته مصور شفته مصور يخرب بيتك شاف الكاميرا يعني أحد يغسل في الليل ولابس كفرول إيه لعن أم الطق بالسيء Hollywood address, this ain't a B&B slide through whenever, don't got nowhere to be. يا الله صباح خير اليوم اول يوم في الدوام بننظف ورانا اليوم التنظيف الحقيقي اليوم في مفاجات وفي كل شيء بس قبل ما نبدا جايب افطر عرفتوا باخذ لي اخر وجبه لي في السلسله تمام بسم الله طيب عند الفطور زي ما تشوفون معجنات على السريع بس بناكل على خفيف عندنا اللبنه عسل عندنا الزعتر الاشياء هذه اشياء خفايف لان ورانا الخطه خليني اقول لكم ايش بنسوي بعد شوي اهم حدث في السلسله كامله واللي هو طبعا اني افاجئ اهلي كلهم لاني زهقت وانا انظف الجبال كلها امس أول شيء في الخطة هي إن في واحد من أهلي ناوي يفاجأ الحالة بس وبعدها بروح أفاجئهم كلهم كان في عندي واحد اسمه بدر أخوي صغير قروشة إزعاج كل شوي يدق علي يعني توني مقفل منه يسألني متى بتجي كل يوم يسألني متى بتجي كل يوم فهمتوا فعشان كذا اليوم ناوي وقد مرة جيت أصلاً قبل بدون ما أحد يدري وفاجأته كان رياكشن حقه مرة رهيب كان ينفض زي كذا ما كان يقدر يتكلم زي الناس عشان كذا اليوم بفاجئ هو لحالة عشان أحطه تحت الضغط الحمد لله آخر فطور في السلسلة بعدها إن شاء الله أكل بيكون مع أهلي لأني جاي مرة مو جاي قصدي إني وحشوني فهمتوا بسم الله طيب زي ما تشوفون عند المحطة هذه هي اللي إن شاء الله برسبن فيها وبتك يا بوي رين يجي هنا وجدول عليه فبس خلينا بنزبن شوي ورا عشان ما حد يشوفنا كويس انه فاضي شوي طيب الحين يبي لي اراجع الاشياء اللي تعلمتها كلها فعند المكنسه عند المشيات حقتنا كذا ان شاء الله وضعي مو مشكوك فيه صح اتوقع ان وضعي مو مشكوك فيه طيب يا اخوان زي ما تشوفون احنا عند البقاله قاعد انظف في نفس الوقت قاعد انتظر اخوي بدر يجي يخش البقاله اتوقع انه بيخش البقاله بعد شوي طيب اها المفروض ما وصلنا ولا هم يسلمون الا يسلمون عشان يطلبون فلوس عرفتوا والله ودي انظف بس الزباله مليانه كل ما ارمي فيها ذا انكب طبعا انا حاليا متفق مع اخوي الكبير بس هو اللي يعرف اني موجود هنا فقلت له يجيب بدل البقاله عشان اقدر يعني افاجئ الحاله بس المشكله اني كنت خايف يشوف الكاميرا حلو وضعي مشكوك زي كذا قاعد اسوق سياره وشكلي زي كذا والله مشكوك وضعي كنت جاي بسرق شيء لازم اشوف الكاش قاعد اقول الكاش انه كويس رهيب اسمع لا روحوا روحوا جثه روحوا صار روحوا صار روحوا صار انا هنا قدامك شوفني واقف قدام الحطه نزل 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 كل شيء ايش ذا؟ ايش قاعد يصير ويش القروشه ذي؟ لحظه نعطيها نظره على السريع اوكي طيب انا للحين هنا في البقاله ما ادري وينه اخوي المفروض انه وراي لحظة ما شافني ما شافني الزبدة ما دخل ياخذ هذا 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 جاي 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 ابو اليمن لا يا زلمه كبير
قاعد يرجم يا هذا ابو اليوم. لا 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 كيف بيفضحنا ذا بيفضحنا لا 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 شوف الشاري بسكوت حقه بس كيف الطقم 10 والله 10 انا اروح على طول عند اهلي على طول افاجئهم المسجد المسجد تقني جاهز تقني جاهز خلاص والله اوكي واحد خلصنا منه كنت ابغى اخفف الضغط شوي فباقي لهن اوكي وحشيني مره ودي اشوفهم ممتازين شوف السك سرطوا مني العين شكلك شنو ما صقعتني قلت والله النايمه مو والله النايمه يوم صقعتني كذا طحت شفت الجسم خلاص عرفت قلت شنو مني هذا هذا كيف قاعد يسوق فينا ذا يقول والله ماني مصدق توني قابلته متى نطلع ايمن متى اعطونا كيف الطبخه ما الطبخه سالفه هجه طويله طيب كيف قطيته من هنا امس قطيته من هنا رصيف الاحلام قطيته من هنا هنا يعني تقول لي ايش صار هذا دبك عطني ماك خليه يتكلم طيب اسمع اسمع انت امس كنت تدري انه هنا ها كيف بدك اروح عاد خلاص روح روح خلاص اكيد الهم الخطه الحين ان كلهم بيطلعون يتغدون وانا ناوي اكون برا انتظرهم لين يجون وبعدها ابدا افاجئهم لان الصراحه صار لي فتره طويله كنت انتظر فيها اللحظه دي اللي طبعا ارجع فيها البيت خاصه بعد كل التعب اللي صار بالسلسله اذا حد جو 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 جو, جو يعني ام الحاله جو خلك 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 زي ما انت خلك زي ما انت والله الزلق قاعد يشوفوني الزبده ان شاء الله ما قاعد اسوي شيء غريب انا اموري تمام قاعد انظف الوش ما ادري قاعد انظف اوكي هذولهم قاعد يصورون هنا وحشتوني كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير ها انا طولت يا اخي ليش طولت ايش اسوي ما اعرف ايش اسوي عامل ولا مو عامل ما حد شك فيني والله عامل ما حد شك فيني قبل شيء هذا فجاني اصحى من النوم فجاني ذا قاعد كذا ايوه ساعة كذا كنا مسلسل كويتي عرفت يلا مع بعض مع العامل يلا مع العامل اخيرا وصلت اخيرا خلصت السلسله اخر يوم يعطيكم الف عافيه على الدعم عندي اشياء كثيره بسويها الحين داخل ماني فاضي لكم مع بعض من الرحله مع بعض فاتوقع تعرفون مشاعري كيف عرفتوا يلا خلاص روح هناك يلا روح روح هناك شوفكم على خير اوكي مع السلامه